أحييكم في هذا اليوم الأغر وهذا الحفل المهيب، حفل تخريج الفوج 38 من طلبة جامعتكم، جامعة القدس، جامعة التميز والريادة والتطور والإبداع، فأهلا وسهلا بكم. نعبر مرة وراء أخرى عن سعادة الغامرة واعتزاز الكامل بجامعة القدس. أقول لكم كونوا فخورين، فأنتم خريجي جامعة القدس بما تعنيه من مكانة علمية وتقاليد أكاديمية مميزة. فنحن منك وإليك ومن أجلك نرفع اسمك عاليا، كيف لا ونحن أبناء جامعة العاصمة. شكرا، بحجم هذا الكون حاولت، والله حاولت، وسامحني إن قصرت. اسمح لي أن أتقدم لك بوردة شكر وعرفان على ما قدمت.